نصائح غالية. النصيحة الأولى: اترك المستقبل حتى يأتي ولا تهتم بالغد، لأنك إذا أصلحت يومك صلح غدك. النصيحة الثانية: ما مضى فات وما ذهب مات، فلا تفكر فيما مضى فقد ذهب وانقضى. النصيحة الثالثة: عليك بالمشي والرياضة، واجتنب الكسل والخمول، واهجر الفراغ والبطالة. النصيحة الرابعة: جدد حياتك ونوع أساليب معيشتك، وغير من الروتين الذي تعيشه. النصيحة الخامسة: اهجر المنبهات والإكثار من الشاي والقهوة، واحذر التدخين والشيشة وغيرها. النصيحة السادسة: كرر لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي بها ذا الجلال والإكرام. النصيحة السابعة: أكثر من الاستغفار، فمعه الرزق والفرج والعلم النافع والتيسير وحط الخطايا. النصيحة الثامنة: البلاء يقرب بينك وبين الله، ويعلمك الدعاء، ويذهب عنك الكبر والعجب والفخر. النصيحة التاسعة: لا تجالس البغضاء والتقلاء والحسدة، فإنهم حمى الروح وهم حملة الأحزان. النصيحة العاشرة: إياك والذنوب، فإنها مصدر الهموم والأحزان، وهي سبب النكبات وباب المصائب والأزمات. النصيحة الحادية عشر: لا تتأثر من القول القبيح والكلام السيء الذي يقال فيك، فإنه يؤذي قائله ولا يؤذيك. النصيحة الثانية عشر: سب أعدائك لك وشتم حسادك يساوي قيمتك، لأنك أصبحت شيئا مذكورا وشخصا مهما. النصيحة الثالثة عشر: اعلم أن من اغتابك فقد أهدى لك حسناته وحتى من سيئاتك، وجعلك مشهورا بيننا، وهذه نعمة.